ومن قصص الحج الجميلة لهذا العام، أدى البريطاني من أصول كردية آدم محمد مناسك الحج لهذا العام بعد أن وصل إلى مكة المكرمة سيرا على الأقدام. نعم بسام، رحلة الحاج البريطاني استمرت لعشرة شهور، مر خلالها على العديد من الدول حتى وصوله إلى مكة المكرمة. يرفع كفيه داعيا بعد أن حقق ما يصبو إليه في رحلته الطويلة التي قطعها سيرا على الأقدام لمدة 10 أشهر، مرورا ب11 دولة من بريطانيا إلى السعودية. الحاج البريطاني آدم محمد وصل إلى المشاعر المقدسة بعد أن تجرحت قدماه من السير طويلا، وأدى ركنه الخامس برفقة عائلته ولسانه يلهج بالذكر والدعاء. أنا بدأت من بريطانيا، دخلت إلى هولندا، ثم دخلت إلى ألمانيا، ثم إلى نمسا، ثم إلى هنغاريا اللي هي مجر، ثم إلى صربيا، ثم إلى بلغاريا، ثم إلى تركيا، ثم إلى لبنان، ثم إلى أردن، ثم إلى السعودية. لم يتوقع أن يرى بعينه مشهد الحجاج على جبل الرحمة، لحظة انتظرها سنوات طويلة، إذ يبلغ عمره الآن 53 عاما، ولم يسبق له أن أدى فريضة الحج. أشعر أني بالجنة، بعد أكو أحلى من هيك؟ راحة نفسية. الدنيا ما إلى قيمة، بقيت هذا عندي. يجون عائلتي يحجون معي، هذا ما كان متوقع عندي، لكن الله سبحانه وتعالى سخر لي الطيبين في السعودية وتحقق الأمانية. لحظة إيمانية اختلطت بها مشاعر الأسرة البريطانية من أصول كردية، رفعوا أكفهم إلى السماء داعين رب العباد أن يحقق ما في نفوسهم.